في البداية والنهاية الجزء الثالث. مواخاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار. قال ابن كثير: وقال محمد بن إسحاق وآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال فيما بلغنا: ونعوذ بالله، ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل، تآخوا تآخوا أو تآخوا تآخوا في الله أخوين أخوين. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: هذا أخي. وثم تحت عنوان سرية عبيدة بن الحارث قال ابن كثير قال ابن إسحاق: فكانت راية عبيدة فيما بلغنا أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام لأحد من المسلمين. إذن هنا أيضا ابن إسحاق يقول فيما بلغنا أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام لأحد من المسلمين، راية عبيدة. قال ابن كثير: وقد خالفه الزهري وموسى بن عقبة والواقدي، فذهبوا إلى أن بعث حمزة قبل بعث عبيدة بن الحارث. إذن يقول ابن كثير يقول خالف الزهري وموسى والواقدي، فذهبوا إلى أن بعث حمزة قبل بعث عبيدة بن الحارث، والله أعلم. أقول لاحظ كيف أن ابن كثير رتب الأثر على كلام ابن إسحاق، واعتبر أن مبناه ورأيه مطابق لما نقله تحت عنوان فيما بلغنا، ولهذا رد عليه فقال: وقد خالفه الزهري وموسى والواقدي. فما ينقل تحت عنوان بلغنا يدل عادة على رأي ومبنى الناقل، فالنتيجة أن العبارة إن كانت عائدة فالنتيجة على ما ذكرناه على العنوان الأول، فالنتيجة على مورد الحديث مورد النقاش، فالنتيجة أن العبارة إن كانت عائدة لأم المؤمنين رضي الله عنها فقد ثبت الانتحار والإصرار عليه وتكراره، وإن كانت عائدة للزهري فهي تدل على رأيه ومبناه واعتقاده، وهو مفتي الديار الأموية ومرجعهم الأعلى وسستانيهم ووزير أوقافهم وإمام الأئمة وشيخ وأستاذ المحدثين، وهو يعتقد ويصر ويؤكد على أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قد حاول الانتحار وكرر المحاولة مرارا. الزهري يعتقد بهذا، يقول بأن النبي قد حاول الانتحار وكرر الانتحار مرارا، والبخاري قد علم بما بلغ الزهري ونقله في كتابه الذي تعهد أن ينقل الصحيح فيه، ولم يعترض ولم يعلق أصلا على ما نقله عن الزهري. فلو كان لا يعتقد بما نقله الزهري وما يعتقده الزهري لشكك فيه واعترض عليه ورده، لكنه لم يفعل مع ملاحظة نهج البخاري المعروف مع الأحاديث والروايات حيث يقتطعها حتى إلى المستوى المرفوض جدا، فيبتر ويقطع وينقص ما يريد بالرغم من وجوده في نفس الرواية التي يرويها غيره والمكتوبة والمثبتة في كتبهم، إضافة لنفس الرواية المنقولة بطرق أخرى غير الطرق الذي نقل به روايته، ومع ذلك فإنه يبتر الرواية ويقتطع ويحذف المقطع الذي يريد قطعه وإخفاءه. ونرى البخاري أيضا ينفرد بزيادات غريبة شاذة خطيرة مستخفة بالإسلام والمسلمين. طبعا عندما نقول البخاري أو من دلس على البخاري أو من كتب باسم البخاري أو من نسب الكتاب أو ما يكتب فيه أو مضمون الكتاب إلى البخاري. ونرى البخاري أيضا ينفرد بزيادات غريبة شاذة خطيرة مستخفة بالإسلام والمسلمين ورسولهم الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، ومنها فرية الانتحار مورد البحث في المقام.